أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بما حققته مصر حتى الآن في برنامج الإصلاح الاجتماعي الذي تنفذه بالتعاون مع الصندوق. جاء ذلك عقب اختتام المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بين الطرفين موقع عام 2016. وباستكمال هذه المراجعة سيتاح للسلطات المصرية سحب مبلغ يعادل 1.432 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 2 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المصروفة حتى الآن إلى نحو 8.596 مليون وحدة و 11.9 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة العضوية. أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة. وقالت الرئاسة التونسية في بيان على صفحتها على فيسبوك وفاة ألمانية صباح اليوم الخميس 25 من يوليو 2019 في تمام الساعة 10:25 المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي.